note les troubles obsessionnels compulsifs والهوس موضوع انا ليله في حكايه تونسيه سي دبوسي سمعت حكايه سليمه وحكايه مريم حكايتهم كيف كيف ومختلفين تماما سليمه عندها مشكله النظافه خاصه حسب فهمتنا كانت عندها ساعة الحاجة الباهية اللي هي فتنة اللي هي مريضة وداويت روحها في بدنها معناتها النهار كله هي تدوج وتغسل ووصلت غسلت حتى بالجفال وعندنا مريم اللي هي النهار كله تنظف في المحيط متاعها تنظف في كل شيء تعقم في كل شيء حتى في رجلها معناتها تغسل فيه والحكاية هذية تقول لك هي يمكن أنا زودت لها شوية ما كل هي ماهيش مستعرفة وأنها عندها مشكلة جدية شنو رأيك؟ صحيح هو بالنسبه لمدام سليمه سان توك دو لافاج وكيف كيف يعني بالنسبه للدوزيام معناتها يعني عندها هوس كبير بالنظافه وبالتعقيم وخوف لو هي ما شرحتلناش اكثر اسكو فما خوف من المرض ولو كان ما تنظفش شنو يصير؟ او كسرتها ما جاوبتنيش سؤال كبير هذا هو فوالا قالت لي لا تراه مريم سالتك انا ولا؟ اي سالتني صحيح قالت لي لا قالت لي قاعدة حكاية نظافة وبرا وهذا اللي يرد الأمر غير عادي لأنه نعرفوا التنظيف توا يعني شنو اللي خلينا نحكيه على مرض نفسي ولا اضطراب ولا قلق نفسي هو لا نوسيون دو سوفرونس إذا كان العبد يسوفر من الفعل القهري اللي يقوم به ويسبب له في ضغط نفسي كبير فنحكيه هنا دخلنا في الجانب المرضي إذا كان الشخص هذا أيضا يسبب في قلق وفي سوفرونس للمحيط متاعه أيضا نحكيه على اضطراب نفسي لكن التنظيف بشكل عادي مقبول. باهي لهنا يظهر لي ما يلزمهاش مختص باش نعرفوا هذا باش نقولوا وانه التنظيف عندها ماهوش عادي. بالطبيعه. باهي معناها يعني تخسر في برشا وقت. اللي مريم عندها مشكل ما. صحيح هي تخسر تنجم تقنعها باش تشوف مختص. هي تشوف معناتها المحيط نتاعها كيفاش هما متقلقين من السلوك هذا اللي يتحول احيانا فيه نوع من الاجريسيفيتي يعني. quand on impose à une personne عنف تقول انت نوع من العنف نوع من العدوانية ولأنه في التوك في حد ذاته هو يعني دوافع سي دي بولسيون اغريسيف اللي يقع اخراجهم بذلك الشكل دوافع عنيفة اما انت كيف تنجم تقنعها اللي في التصرف نتاعها فما نوع من العنف نحن ساعة ما نجم نعالجوا شخص الا هو ما يطلب العلاج لأنه لو فرضنا انا هي جات اختي معناتها نجي نقول لك يا سيد ابوسي راهو انا اختي عندها مشكل ورافضه فكره العلاج كيفاش نجم نعاونها شنو تقول فوالا نحاولوا نوعيوها دبور بالامباكت نتاع الفعل نتاعها هذا على نفسها وعلى المحيط نتاعها لانه هي تشوف فيها عادي لانها تقيس على نفسها هي ماخذه نفسها كمقياس وقت المقياس هنا لازم يكون لو سونس كومان يقول انه السلوك نتاعها مش مفرط يعني لانها تعدي برشا وقت تخسر برشا طاقه زاد حتى سور ان بلون معناتها ايكونوميك نصور لي برودوي دو نيتواياج هذو ماهمش رخاص سامحني معناتها حتى كي ما عنديش برودوي ناخذ الصابون الاخضر نذوبه ونعمله برودوي ونعقم به الدنيا ونسيق به واموري واضحه. التنظيف قداش ياخذ لك وقت في نهارك؟ ديما طول النهار. هذا ايديا كي ما نوصلش نغسلها اي حاجه بالمره مشيت ضيفت لي واحده. ضيفتك انا اليوم والماء مقصوص في استوديو كيفاش عملت؟ جابت لي الصحفيه يرحم والديها. بالصافيه غسلت يديك اليوم؟ اما وصلت غسلت يدي بالجازوز كي مايكل جاكسون ولي غسلت يدي بالجازوز غسلت يديك باش بالجازوز وصلت مشيت البقعة مقصوص الماء ما لقيت باش نغسل محطين لي دبوزه جازوز مضيفين بها رجعوا نقول دبوزه فارغه قال لي وين دبوزه شربتها صح صح وباش في قلت لهم انا وانا غسلتها بها يدي ما حبيتش نقول غسلت بها يدي المهم نغسل يدي مري ماني خوك تو انت ما شاء الله ربي يستر خير عينيك تلمع وكلك ذكاء وكذا وكذا معناتها ظاهر وانه عندنا مشكل ولا؟ شوي شوي برك باهي هذاك شويه ولا برشا معترفه الا شوي شوي زودت لها معناتها اختنا مش شوي ما قلتلكش انا شويه ولا برشا فما مشكل ولا ما فماش مشكل؟ فما مشكل اما مش مشكل علاش ما ناخذوش الاجراءات اللازمه باش نحاولوا نفضوا المشكل هذا؟ يا اخي راجلك عمره ما كركرك بالسيف للطبيب لا ما هو انا عايشه في مثلا في معناتها انا معناتها حياتي بسيطه مانيش لابس عليا معناتها نمشي للطبيب هذه راهو ماهيش من مظاهر البذخ وان واحد يمشي يشوف بسيكياتر ولا يمشي يشوف سيكولوج ولا يتكلف برشا فلوس الفلوس اللي باش نمشي نعدي بها من نقري بها اولادي ونعمل بها حاجه بالله
الامراض النفسيه فما بريزون شارج ما عندك نام ولا بيان سور بالطبع معناتها كيما راهو ما فهمتش علاش فما برشا ناس منهم انت مريم تو انت الله لا يقدر معناتها لا قدر الله كان تمرض بمرض حاجه معناتها ما تمشي تمشي تعدي أكيد ولا راهو المرض النفسي يا سيدي فسر لهم المرض النفسي فسر المريم المرض النفسي بالضبط كيما مرض ما نحبش نسمي امراض اما فسر لي كيما الامراض الاخرى الكل كيما نقول انا البرونشيت صحيح انا نحن نسالها سؤال افراد العائله نتاعك زوجك واطفالك اسكو متقلقين من التنظيف هذا نتاعك ولا راجلي متقلق مش برشا اما شوي كي نزود لها يتقلق اما من توالف بيا تصور انت هو راقد ل 12 نتاع الليل ونام تحت نجبد بالجبيد انا نتسائل ورا ما نحبش نحرجك مثلا نسال على العلاقات الجنسيه في الظروف هذه نسال على كل ما هو مش يعني يشمل الحياه الزوجيه لانه اكيد فما امباكت يعني تاثير على حياتك على علاقتك بزوجك وباطفالك وهذا ما نحبكش تتجاهله نحبك ما تخزرش الامور كان من جهتك انت برك شوف زاد هما الاستتباعات السلوكات هذية عليهم هم على حياتهم اليوميه اي معترفه بروحي لاني ماخذه من وقت انت باش نقعد معاه ما نفهمهم حاجه نوريهم حاجه ما تجي ولدي يقول لي ماما مثلا راني وصاحبي اليوم مثلا قرينا هذه ولا من هذه اي يقعد غادي يقعد غادي يقعد غادي نغسل شو ما انت هي مهم يمشي من قدام مهم نغسل في حياتك مع راجل كما قالك الدكتور معناتها كمراه وراجل معناتها ما عارفين فما تاثير الحكايه هذه مأثر عليكم؟ نجم تكون مثلا مشاكل معناتها فما مشاكل شوي مش برشا اما معترفه الماخذه من وقت ولادي معترف يا مريم معناتها بضحك ولا انت يظهر لي ماكش ما نعرفش كلي قاعدة تفدلك بها الحكاية ويقول لي كل ماكش واعية بخطورة الشيء اللي قاعدة تعيش فيه على خاطر نحب ولا نكره وأنه يكون فما انسجام ما بين المرأة والراجل حاجة مهمة للغاية أنت حسب ما تقول خير ما تقول في التفاصيل على حياتك الزوجية هذا عنده تأثير على كل شيء ما يكلك برشا من وقتك منغص حياة صغارك وأنت تاخذ فيها الحكاية بالابتسامة ونجم نقول لك حتى اكثر من هكا نحس انه عندك نوع من الفخر والاعتزاز بالشيء اللي قاعده تعمل فيه فخر بروحي اللي انا نعمل معناتها يظهر لك اللي انا نظيفه ونشعل شعلين والمحيط هو اللي ماهوش نقولوا احنا في المستوى نتاعي صحيح وصلت ناكل بالواقفه مهم نكمل فيسا باش نمشي ننظف ما بيتش معوني مسخ جمله فريجيداري معقم غاز نظيف دينيتي معقم نظيف فرضا ما قمتش بهذا الكل شنو باش يصير؟ فرضا ما عسيتش على الذبان مثلا كيف نمرض وما تنظفش دينيتي نشوف محيطي اللي هو مش قاعد انا مش قاعد ندور في محيطي نزيد نمرض اكثر نستنى وقت نرقد مقلقه معناها اي نستنى وقتش نصح معناتها ناخذ برونشيت ولا حاجه نستنى وقتش نقوم من الفريش باش ننظف دينيتي مثلا كيف جبت ولادي معناتها تجي وحده مثلا باللغه الدارجه نقول باش تجي تنفسني معناتها قول لي باش ننشر لك الصابون ولا باش نعمل لك حاجه ما تهبش نعاونك وقعد يبحث بنتك لا لا نقول لها الصابون مبلول خليه غادي ما تهبطيهوش وانا نكذب بدا الصابون شايحي تمشي نغطي راسي ونلف وكل شيء نمشي نهبط صابون تسليح انا مقلقني في كلام مريم باش نرجع لسليمة هو كونه خوفي كل خوفي هو انه تعدي بين ظفرين الهوس هذايا لولادها لانه المسار البروسيسوس انطلاقه كان من العائله عند سليمة أمها تتفخر بها على أنها نظيفة فطبعتها بالطبع هذايا وهذا يأكد اللي مسارات التنشئة الاجتماعية وغرس القيم والإيدونتيفيكاسيون ديكلونشمون تاع المرض بدا من غادي دمام يعني عند مريم نفس الشيء عائلتها في علاقة بها بحرمان من التنظيف ولا حرموها من التنظيف وكذا فدخلت فاللوجيك هذه انفرنال دمام الخوفي من كلامك وأنك تعدي في مسار تربيتك أنت لأولادك وهم يراو فيك ويتماثلوا معك انك تعدي لهم نفس المرض. معناتها كلامك معقول 1000%، لكن هذا على المدى الطويل، خلينا نشوفوا توا اتري كور تيرم. شنو نجموا نعملوا؟ كيفاش سيادتك؟ لو فرضنا انا نجيب بربي عندي فرد سؤال، نقول لك رأي هذه اختي وراني مانيش لاقي لها حل، كيفاش نجموا نعاونوها يا استاذ؟ كيف شنو نجموا نعملوا؟
نقول لك اللي يعني الوضع العلائقي اللي هي فيه يزمو يتكسر، هي يزمها ايدونتيفيكاسيون معناها باراليل مختلفه شويه. هي تقول لك ما فماش مشكل، هي لا ما ثم مشكل. يمكن يلزم رجلها يكون عنده موقف صارم اكثر، معناتها يلزم رجلها يقول لها راهو ماهيش عيشه معناتها. لا وهي يلزم توعى شويه بالامباكت نتاع هذا على العائله وتشوف لا سوفرونس نتاع المحيط. يلزم يجي حد يقول لك ستوب. اي هو مش بياخذ لي بهوايه، معناتها منك للدار ابعديني، مهم بعدي اعمل شيء. هذا هذايا اخطر معناتها، باش يولي متملح منك معناتها، باش تخسر راجلك راهو هكا. معناتها راهو اخطر، كيف يقول لك ابعد برا اغسل نظف شدها، معناتها في بلاصه يجيب لك دبوزه بارفان، يجيب لك دبوزه جافي. اي عندي بون كيف كي يقول لي. ويقول لك برا امشي اغسل للصباح. معناتها هذايا اخطر. مثلا الحمام، الحمام عندي مشكله، ما نمشيش للحمام، حتى كيف نمشي للحمام نلزم معايا الجفال والمحيط. الحمام ما تمشيش للحمام، انت نتاع حمام، متخيل كان ترى مال الحلال مخارج اش يصير فيك، ما تدوخ انت نتاع حمام، لا هكاك من غير ما تقول لي ما تمشيش للحمام، ظاهره معناتها. المحيط نتاع نقعد فيه في الحمام ننظفه. مثلا ساعه واحده تقول لي خليني نلبس معاك بنتك، ما قلت لي انت بولدك صغير وخليني نمشي نلبس لك بنتك باش من بعد تلقاها. قولها ليه ليه بنتي ما تحبش تكون يلبسها، تخاف. وانا نحب بنتي انا نجبد لها دبشها ونلبسها، انا ما نحبش حتى حد يمس لي ساقي. كيفاش كلام سي سلاح معناتها في محله على الاخر، معناتها يمكن لا يزي انت عندك المشكل هذايا وباللي قاعده تعمل فيه، المشكل هذايا يمكن ترده وراثي وتعديه انت لصغارك بالتصرف نتاعك. فايقين بيا هذايا حسيتهم من مريم. انا يقولوا لي ماما انت قاسيه. يمشوا لخالتهم يقولوا مثلا كيف يمشوا لخالتهم يلقوهم طيب العشيه يقولوا انت، يقولها على خالتهم انت ام بالحق. مثلا انت لاهي بولادك تطيبي لهم وكل شيء، ونحن ماما لاهي بالتسييق. ما لقيتلكش ثنيه باش نقنعك. وما نجمتش نبدل لك رايك، معناتها بالحق ماينه، معناتها ما نجيك منا تجيني منا، نجيك منا تجيني منا. اش خلى بابا صب لي التراب في الدار؟ نعذروا بوك فد الحقيقه، معناتها ما نعذروا انا بوك. لكن هي تحاول سامي، نعطيها بوتيتر حل انا جربته ومشى معايا بالكدا. انا لاستوش سي نحب روحي، خاطر الانسان يكون فيكتيم دي تروبل اوبسيسيونيل يوصل يكره روحه. العباد تقول تبارك الله عليها محلاها مزيانها، الكلام هذاك الكل نبدا نسمع فيه بيت، قلت انا كي نغزو روحي كارها روحي. العبد يكره روحه مالوغوزمون. انا حاولت نحب روحي وحاولت نبري روحي، وبيان سور هذا زاد مع البسيكوثيرابوت ومع التريتمون اللي خديته ومع انا لو كوتي تيتو اللي فيا، حبيت ننجح روحي في الحكايه هذيا ونجحت والحمد لله يا ربي. قاعده نخدم ولاباس وانا ننصحك مريم سانسيرمون، نصيحه من اخت لاختها، حاول تحب صغارك وراجلك وتحب روحك. أكيد. لا هي مقتنعه وانها معناتها هي تحب صغارها، هذا ما نختلفوش فيه وانا متاكد منه. ماخذه من وقتهم، خاطر هي تعرف اللي هي ماخذه من وقتهم وهي هي في مضرتهم، خاطر نورمالمون تعلمها وحتى من روحها. نورمالمون فوالا مرات هذيك اللي لازمك تخمم. مرات تقول لي اختي يجي نخرج نحوس شوي ولا حاجه، نقول لها تيعبه تيعبه، وانا ماشي تيعبه. وعلاش ما تخرجش تحوس؟ ما فهمت. ما نقلق، نحب ماذا بيا نقعد كي ننظف ونسيق وكل شيء نرقد مرتاحه، ما كي نخرج نحوس ما نرتاحش. مريم ايش نقول لك، هاو العباد الكل هنا معناتها وما يلزمهاش، هذايا راه واحد عريف ولا مختص ولا غيره، معناتها العباد الكل تقول لك وانه عندك مشكل وراجلك كان ما عادش يحكي معك راهو مأيس منك. هالنجم انا نقول لك راهو وانه راجلك يأيس منك ماهيش حاجه باهيه جمله. ان شاء الله العباد اللي تعرفك وتفرج فيك واصحابك وعائلتك وكذا يعاونوك ويوقظوك، وانه عندك مشكل ومشكل مخطر للغايه، وبربي يزيني توا من نظافه، يزيني من نظافه وباش ننقز من نظافه باش نمشي. نحب نعمل شوبينج مع خليفة، تصفيق على خليفة. شوبينج هو راه نسى الكل مغرومين بالشوبينج، تبقى انت مغرومه بزايد شوي. زيد من وقتاش الغرام هذا جاك؟ من انا صغيره مغرمه بالشوبينغ. امي وقت لنفس في الصباح عندها فوطه وبلوزه تلبسها باش تدخل بها الكوجينه. يوفى الفطور تلبس فوطه وبلوزه اخرى بعد الفطور معناتها باش تقعد بها. امك زاده كانت امي هكا والله نبدا نشوف هكا فك الفط والبليز نتاعها. معناتها ريت كلام سي سلاح صحيح للغايه، معناتها كيف يقول لك وانه الحكايه كلها تبدا المشكل يبدا الكل من عند الوالدين من الاول.
معناتها أمك كانت هكا تبدل نهار الكل في حوايجها. تبدل وتزين هكا وأنا ما نبدا مبهورة بك الفطة والبلوزة ونبدا نغزر في الكولور فيلور كيف نوم هكا ونبدا هكا مبهورة بأمي. في عرس أمي يحطوها من قدام هكا باش تزين المحفل في وقت قبل لك خاطر هكا لباسة هكا وعندها وهرة وكل هكا ديما مغرمة بأمي ومرت خويا زاد هكا لباسة وخواتي الكبار كيف ما أنت قعدت فيك الحاجة هذيك. وكي كبرت هكا وقت لا أنا صغيرة أنا الفلوس معناتها يشرينا بابا تشرينا أمي وبعد تالي ما دام الفلوس ماهيش عندك ما دام لباس على خاطر فما شكون لباس بربي شكون ما دام اللي تعمل براس هكا معاها أنت جيتها أنت أختها أنا سلفتها أنت سلفتها راجلها وراجلي خوات فهمتك وأنا اللي ديما تهزني ما تبعد نحكي لك كمل معاها هاي مالا تعرفش كيفاش نبعثوا فاصل ونرجعوا ونحكيوا باهي 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 نبعثوا فاصل ونبعثوا